احنا عندنا حاجات برندات هي وارخص الاكمام دي برندات. في نفس الوقت ايه الايد الشقيانه كسبانه نور الزاويه واهل الزاويه والستات الجدع يا احمد. ما كانش كده انزل الفراش عندي برضو ماشيينك يا حاج دي وزيره الحنيه من غير اوراق رسميه عسليه بس هي الصوره ولا 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 يا بيتا اي حاجه ليك انت ببلاش ببلاش الله يعينك حبيبي وحشني انت والله وحشني فاهمني والشقه مش عيب صح بص احنا عندنا برندات عسليه بتضحي بلاقي في الفيديو الثاني كمان انت بتستعصي ولا ايه نتكلم النهارده على صفاء انور. طبعا بقول عيله رجيله وعيله جدعه عيله اشتغلت كل الشغل اشتغلت سباكه اشتغلت فرن عيش اشتغلت كل حاجه اشتغلت عامله كمان يا جماعه احنا بنتكلم الجدعانه ملاش الا باب واحد. طبعا الست الجدعه جدعه والست الرجيله رجيله والشقه مش عيب وكلنا شقيانين وبنجري فالست ده معتمدت على ايديها خلاص خلص الكلام مفيش اي كلام كلنا بنتعامى بقول لك يا صفاء يا انور على سلامه بتقول لك بحبك قوي 450 ده يا اشرف يا اشرف نارك ابيض نارك ابيض يا معلم النهارده ايه معانا اهو بالصلاه على النبي بالصلاه على ايوه عسل ايوه عسل من غير فلوس ليكي 500 جنيه ومن غير فلوس